أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة، واللي هنتكلم فيها عن الرجل اللي خفاه عصير الليمون. في 19 إبريل سنة 1995 دخل ماك أرثر ويلر بنكين في بيترسبرج وسرقهم في عز النهار من غير ما يكون لابس قناع أو متخفي بأي شكل من الأشكال. طيب هتسألني بقى وتقول لي آه أكيد هرب. لا ما هربش، روح البيت عادي جدا. وتفاجئ كمان إن الشرطة في نفس اليوم قبضت عليه بعد ما واجهته بالأشرطة التسجيلية اللي وشه باين فيها بوضوح. الغريب في الموضوع إن مستر ويلر كان في قمة الدهشة لما تم القبض عليه، وتمتم بصوت عالي: بس أنا كنت حاطط العصير. وادعى إن التسجيل ده مزيف. الفكرة إن أرثر كان متخيل إنه بمجرد ما يحط على نفسه عصير الليمون المفروض إن الكاميرات ما تقدرش إنها تجيب صورته، استنادا لاستخدام عصير الليمون في الحبر السري. هو مش بس كان متخيل، هو كان متأكد بنسبة 100% إن المفروض إن الكاميرات ما تطلعوش. الراجل ما راحش مسك كوباية زي ما بنشوف في الأفلام، كوباية مية مثلا، وحركها في الهواء وشربها، أو دخل وأمه نايمة سرق صيغتها. الراجل راح سرق بنكين. يقال إن هو استخدم كاميرا يصور بيها نفسه قبل ما يقوم بعملية السرقة عشان يتأكد من إن فعلا الموضوع ده شغال، بس واضح إن هو كان خيبان شوية في موضوع الكاميرا ده، فما جابش نفسه كويس وظهرت الحيطة اللي وراه مثلا او حاجة، فاطمن ان الفكرة بتاعته هتنجح. البوليس كان شايف ان مستر ويلر ما كانش تحت تأثير مخدر او مجنون او بيعاني من مشكلة، لا هو بس كان غلطان. اتنين من علماء النفس الاجتماعي مستر دانينج ومستر كروجر قرروا ان هما ياخدوا الموضوع ده ويدرسوه عشان يشوفوا الظاهرة دي، وجربوها على مجموعة من الطلبة الجامعيين اللي عملوا لهم اختبار فيه عمليات منطقية وعمليات لغوية في اللغة الانجليزية واختبار لحس الفكاهة، وبدأوا يسألوا كل طالب عن تقييمه لمستواه مقارنة بمستوى بقية الطلاب، واكتشفوا حاجة غريبة جدا. اكتشفوا ان الطلاب الاقل كفاءة بلغوا في تقدير مستواهم مقارنة ببقية الطلاب الموجودين في الصف. على العكس من كده، الطلاب الاكثر كفاءه وقعوا في غلطه مختلفه. هما كانوا شايفين ان طالما الاسئله بالنسبه لهم سهله فهي غالبا هتبقى سهله بالنسبه لباقي الطلاب الموجودين في الصف، وبالتالي تقييمهم لنفسهم كان اقل من تقييمهم الحقيقي، وبالتالي قللوا من رتبهم في الصف. الظاهره دي سميت بظاهره دونينج كروجر او دونينج كروجر افكت، واللي فيها ان اشخاص الاقل كفاءه بيميلوا الى المبالغه في تقييم قدراتهم المعرفيه مقارنة بالناس الأكثر كفاءة، اللي بيشوفوا أنه طالما أي حاجة أو أي موضوع هم عارفينه هو غالبا بقية الناس عارفاه، وده بيقلل من تقييمهم لنفسهم مقارنة بالآخرين. وبالتالي نقدر نقول أن الأشخاص الأقل كفاءة عندهم وهم داخلي أن هم غالبا فاهمين أكتر من الناس اللي باقيين، ولكن الأشخاص الأكثر كفاءة عندهم سوء فهم خارجي بيتخيلوا أن الناس اللي بره غالبا زيهم. يعني ببلدي كده، الناس الشاطرة بتشوف ان بقية الناس غالبا هتبقى شاطرة زيهم، والناس اللي مش شاطرة بيشوف ان هما 100 فل و10 وزي الفل ومفيش عندهم اي مشاكل. على الرغم من ان تأثير دونينج كروجر تم صياغته سنة 99 الا ان الموضوع قديم واتكلم فيه ناس كتير، زي الفيلسوف كونفوشيوس وزي سقراط وزي المتنبي وزي ويليام شكسبير وداروين. فمثلا داروين قال ان الجهل في كثير من الاحيان يولد ثقة اكثر مما تفعل المعرفة، وويليام شكسبير قال الأحمق يعتقد أنه حكيم والحكيم يعرف نفسه بأنه أحمق. ومش لازم نرجع بالتاريخ قوي كده، كلنا بنتابع برامج الغنى وبنشوف ازاي المتسابق اللي ما عندوش أي موهبة على الإطلاق بيعتقد أنه هو شاطر وعارف وغناه وصوته ممتاز، وإن لجنة التحكيم غالبا هي اللي مستقصداه أو ما بتحكمش عليه بشكل صح. طيب السؤال هنا، هو أنا ممكن أكون واقع تحت ظاهرة دونينج كروجر اللي احنا اتكلمنا عنها دي؟ الإجابة للأسف آه. طيب أعرف إزاي؟ تعرف بالقراءة وبالاطلاع، فغالبا أنت كل ما تقرأ عن موضوع أكتر كل ما تكتشف أنه هو بحر وأن ليه فروع كتيرة وأن أنت لسه قدامك طريق طويل عشان توصل لمعرفة حقيقية بالموضوع ده. كلنا نعرف المشهد بتاع فيلم الأيدي الناعمة لما في صلاح ذو الفقار كان واخد دكتوراه في حتة. دكتوراه في حتة؟ أيوه، عشان كده مش لاقي شغل. لو كان على أي شغل كنت اشتغلت من زمان، لكن أنا متمسك باختصاصي. كلية الأداب عرضت علي إني أدرس أي حاجة تانية غير حد، رفضت. للدرجة دي؟ لا أنت يا شيخ هتجنني بحتة بتاعتك دي. هيكون مفيد جدا برضو إنك تتعرف على شخص يقدر يساعدك في إنك تعرف إيه اللي ناقصك في موضوع أو أكتر وإزاي تقدر تطور نفسك فيه. وأخيرا عايز أختم بجملة ممكن تبقى عميقة شوية،
انت ممكن تكون ما تعرفش ان ناقصك حاجة ما تعرفهاش، حاجة كده زي طبق طبقنا يطبق في طبق طبقكم. اشوفكم الحلقة الجاية.